الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات الكرام ورحمة الله وبركاته. أغلبنا من سمع خطبة الرسول صلى الله عليه وآله في استقبال شهر رمضان المبارك، فقد روي أمير المؤمنين عليه السلام هذه الخطبة، وهي خطبة تتركز على الترحيب بهذا الشهر الكريم والانتباه إلى ما فيه من فضائل ليقبل عليها المسلمون، والتشجيع على قراءة القرآن في هذه الأيام. فعن رسول الله صلى الله عليه وآله في هذه الخطبة يقول: من قرأ آية في هذا الشهر كأنما قرأ القرآن كله. وما ذلك إلا تشجيعا من الله عز وجل لأن يغتنم المسلم هذه الأيام في قراءة القرآن. وتعلمون ما أهمية قراءة القرآن. القرآن العظيم يجهل الكثير من المسلمين أهمية هذا القرآن في إصلاح النفس وإصلاح المجتمع، ولا يفرق القرآن الكريم في أن أهمية إصلاح النفس وإصلاح المجتمع هي أهمية كبرى لتسيير مسيرة الحياة الإنسانية باستقامة، فليس كما يدعي العلمانيون بأن الدين بشكل عام هو دين لا يصلح للحياة الإنسانية، لأنهم حقيقة لا يعرفون القرآن ولم يقرأوه ولم يقفوا على معانيه في التشجيع على العلم وعلى الصناعة وفي نفس الوقت بناء النفس الإنسانية لتكون نفس صالحة ومصلحة، صالحة في إداء دورها في الحياة الاجتماعية، ومصلحة في نفس الوقت لتقوم بهذا الدور. وهذا القرآن الكريم دوره في عدم الفصل بين الناحية الروحية والناحية الاجتماعية، بين الناحية الروحية والناحية المادية. الناحية المادية التي يقبل عليها من لا يعرف أهمية الناحية الروحية يقبل عليها بشكل ربما فيه الكثير من الهفوات
وفيه الكثير من الانحراف لأنه مطلق في حياته، لا يعرف أن هناك أشياء روحية توجه الاستقامة الإنسانية. كثير من العلمانيين أو حتى من المسلمين الذين لا يعلمون أن القرآن الكريم غايته وهدفه هو إصلاح المجتمع، إصلاح الحياة الاجتماعية، إصلاح الحياة المادية، هذا لا يعلمون به لأنهم بعيدون عن هذا الجانب، مجرد أن يطلقون التهم على الدين وعلى المتدينين. يا أخي أقبل بعلمانيتك وناقش إنسانا مؤمنا، وناقش القرآن الكريم. إذا أنت عندك موضوعية وعلمانية كما تقول تفضل، الكتاب مفتوح أمامك والمؤمن موجود والمساجد فيها الكثير من المؤمنين الواعين. سلهم هل الخيانة هي مبدأ أساسي من الدين؟ أن تأتمن إنسانا والدين ليس له موقف يحرم ذلك تحريما أبديا؟ قف واسأل أي مؤمن هل الصدق أمانة والكذب أفضل منه؟ أبدا والله، الصدق أمانة والكذب خيانة، وكل هذه الأمانة والصدق والإخلاص في العمل كلها توظف في سبيل استقامة الإنسان في عمله الدنيوي. ولو أننا رأينا كل البشرية علمانيين وغير علمانيين يخالفون هذه المبادئ القرآنية لأصبحت الدنيا جحيما لا يطاق. فهو من حيث يعلم أو لا يعلم هو ينتمي إلى الدين عملا، إذا كان علمانيا حقيقيا في أخلاقه وفي علمه وفي احترامه للإنسان. كل هذه الأشياء جاءت في خطاب الرسول صلى الله عليه وآله في خطبة استقبال شهر رمضان، إنما هي تذكرة للمسلمين ألا ينحرفوا عن منهج الله، منهج الله القويم، ألا ينحرفوا عن الإصلاح، عن الصدق، عن الإخلاص في العمل، فهو ما يميز الإسلام. ويبدوني أن الحرب على الإسلام هي لأنه يستحوذ على القلوب لو عرفوا، إنما تشن عليه الهجمات والشبهات لأنه يبني الكيان الإنساني بناء قويما. لو كان المؤمن حقا مؤمنا ملتزما بمفاهيم العدالة الاجتماعية والعدالة الفردية، ولو كان ملتزما بكل الأخلاق الفاضلة، لما يوجد أفضل منه، لا العلماني ولا غير العلماني. الاستقامة والتأكيد عليها هي من مبادئ الإسلام، وهذه الاستقامة تحوي كل ما يريده الإسلام. إن الله عز وجل على صراط مستقيم،
كما جاء في الآية، ما في معنى الآية. إنك يا رسول الله إنك على صراط مستقيم. النقطة الثالثة، اهدنا الصراط المستقيم في سورة الحمد، اهدنا الصراط المستقيم. والصوم والصلاة هي تبني شيئا فشيئا هذا البنيان المستقيم. من لا يحب ذلك؟ هل الناس تحب الخائنين؟ هل الناس تحب الكاذبين؟ هل الناس تريد غير الصراط المستقيم خلقا وعملا وكل شيء؟ لا أظن ذلك بالفطرة الصحيحة. إنما الخائن والكذاب والسارق مكانه السجن. السجن. أما الإنسان الصادق والمخلص فمكانه في القلب، ومكانه عند الله شيء عظيم. في هذا الشهر الكريم تذكرنا الخطبة بالناس الجياع، بالناس الذين ليس لهم طعام. نحن قد حرمنا من وجبة واحدة، لعلنا بمال أو بنفسها تصل هذه الوجبة إلى المحتاج، سواء هنا أو إلى الآخر. إيش عظمة هذا الإسلام يا أخي، يفكر بالجياع، يشجع على المساعدة، يشجع على أن لا يكون هناك فقيرا. يقول الإمام علي عليه السلام: أينما كان الفقر كان الكفر. وين أكو فقر يوجد الكفر، لأن الإنسان ينحرف في هذا. المال وأنت جوعان شيء آخر. هذا هو الإسلام النبوي المحمدي، الإسلام الذي ينفع الآخرين حتى لو كان الجائع ليس مسلما. إلى أي درجة؟ إلى أي درجة أيها الأخوة؟ الإسلام يحث على سد رمق العيش، على سد احتياجات الإنسان عن طريق المؤسسة أو عن طريق ما تعرفه أنت، لأنه هذا في ذمتك. أنت تعرف جوعان ولم تقدم له ما يحتاجه. الأحاديث في ذلك كثيرة، والآيات الكريمة كثيرة. كذلك الخطبة فيها كثير من المعاني السامية التي ينبغي أن نقبل عليها ولا نتغافلها. الاحترام للآخرين، الإقبال على الأخوة والأصدقاء والعوائل، والذي بينك وبينه شيء من التباعد، عليك أن تقبل وتسلم وتهنئ بهذا الشهر. الخطبة تركز على ذلك إلى أن تصل. وبهذا الاختصار قال له أمير المؤمنين عليه السلام للرسول صلى الله عليه وآله وسلم حينما أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله بأنك يا علي ستقتل في هذا الشهر،
مع كل هذه المميزات التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وآله، احترام النفس والتودد بين المؤمنين، قال له: سيخضب رأسك، ما معناه بالدم في هذا الشهر الشريف. الخطبة فيها من المعاني الكثيرة والأحداث التي ستقع ما يتعجب الإنسان بها حينما يقرأها، ومنها حادثة مقتل أمير المؤمنين عليه السلام. ولا أريد أطيل عليكم أيها الأخوة، فإننا في شهر هو من أفضل الشهور، وفي أيام من أفضل الأيام، ومن ساعات هي أفضل الساعات، فأقبلوا على هذه الساعات إقبالا كبيرا لنحصل الأجر من عند الله سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. تصادف هذه الأيام اليوم الثاني من الشهر المبارك، هو وفاة أحد نواب الإمام المهدي عليه السلام، الذي يعرف لمحمد ابن سعيد العمري. وهذا الرجل هو أول من تولى النيابة بعد الغيبة الصغرى. كما تعرفون أن الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف وهو مصلح، حتى في هذا الموقف فهو مصلح وليس ملكا دكتاتوريا، مصلح الناس، مقيم العدل، الذي فقد مجاله في الحياة الدنيا، والذي لا بد أن يظهر ولا بد أن يسود ولا بد أن تنتشر أو ينتشر الإسلام في عهده على كل الكرة الأرضية. هذا هو النائب الأول للحجة عجل الله فرجه الشريف، والذي كان بسرية تامة لا يعرفه إلا القليل من أتباعه، حيث أن السلطة العباسية في 206 هجرية شددت تجديدا قويا على متابعة من يتصل بالإمام عليه السلام.
وكان الطريق الوصول إليه بحجج وذرائع، كأن يكون الإنسان الذي يريد أن يصل إليه إنه بائع لأشياء كالسمن مثلا أو غير ذلك الخيار، ويدخل البيت ويأخذ منه التعليمات عن الإمام. السرية كانت بشكل أشد ما كانت في زمن الأمويين عن الأئمة عليهم السلام، ولذلك غاب بإذن الله ويخرج بإذن الله. فهو كموسى عليه السلام لم يعرفه الملك حتى وصل إلى داره، كذلك الإمام غاب طويلا. وفرق بين طبعا موسى عليه السلام، فرق في طفولته حتى وصول إلى البيت الذي أعلن فيه الملك اقتلوا كل مولود ذكر. وهكذا الملوك العباسيين في زمن الحجة أعلنوا قتل كل ذكر من أهل البيت، وكان الحجة قد ولد بسرية تامة حتى لا تظهر على نرجس الحمل، حتى لأن هناك وشاية من قبل النساء تصل إلى الخليفة. على كل حال أن الإمامة مستمرة في تعليماتها للناس، وأن الحجة باقية إلى يوم الدين، وأن المؤمنين يحتاجون إلى إمامهم في كل وقت. إن لم يكن هؤلاء الأربعة الذين خلفوا الإمام الغيبة الصغرى، فهنالك الوكلاء إليهم وإلى مرجعياتنا. نسأل الله تعالى جميعا أن يفقهنا في هذا الدين، وهو قويم ومستقيم، فقط علينا أن نتواصل معه بالقراءة ومن خلال القرآن الكريم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا.